Same yun ah. جد؟ ونشكر محل بسمع تسجيل اللي انتي أول محاضرة بس لا أول محاضرة ما كانش في مكان صح ولا لا بالضبط طبلة الإذن تتكيف كل هذا طالع لأني بلشت التسجيل تفضلي أول محاضرتين يمكن طيب إن شاء الله محاضرتنا اليوم عن patients with chest and lower respiratory tract disorders راح نحكي عن aspiration, atelectasis, pulmonary edema, acute respiratory failure, acute respiratory distress syndrome, pulmonary hypertension. Aspiration كلياتنا عرفناها كلياتنا صرنا عارفين عن ايش بتحكي انه شو لازم نروح او شو اللي بصير شو المشكله انه بصير في عندنا فورين بودي او فورين ماتيريال وين بتروح بالايروي او على اللانز مثل ايش اكثر شيء الاوروفارينجيال سكريشنز هي اكثر شيء واحد بتشردق في اللعاب بتاعته واللعاب كلياتنا بنعرف الفم هو في نورمال فلورا نورمال فلورا شو قلنا عنها ايوه مكانها هي كويسه مفيده لكن اذا بتروح على مكان ثاني بتعمل انفكشن فهي نورمال فلورا تاعت الماوث لما تروح على اللونز شو بتصير مع البيشنت صمع نيمونيا بالضبط انفكشن فهذا من اهم المصادر او الاستومك كونتنتس كيف يعني استومك كونتنتس واحد بصير فوميتك واحد بيستفرغ او واحد مثلا الانجي تيوب تاعته مش شغال صح انجي تيوب عشان نعمل لباج اخذتوها اللباج لكنه مش شغالة في شيء مسكر بالإنجي تيوب فمعدته فللت وصار يطلع شوي شوي الجاستر كونتنت نسميها جاستر كونتنت أو ستومك كونتنت ولأنه البيشنت سديت مثلا ما عندوش جاج ريفلكس صارت تفوت على الإيروي طبعا هاي سيريس كومبليكيشن زي ما حكينا ممكن تعمل لنا في النهاية نيمونيا patients لما يكون في عنده aspiration طبعا هسا الاسبيريشن تعتمد كمان او مش بس نيمونيا ممكن تعمل لنا اذا كانت كالبارتيكل او الاشي كبير ممكن يعمل اسفيكسيا اختناق بالضبط فانت تخيل في اشي جاي بالايروي مسكر لك الايروي او بلش طبعا اي اشي فورين بودي بفوت على الايروي شو الجسم بده يعمل inflammatory response بدي يعمل inflammatory response وبالتالي راح تزيد الميوكوس سكريشن او ممكن تعمل لنا برونكوسبازم وبالتالي الواحد راح يصير عنده shortness of breath او dyspnea البيشنت راح يقل عنده الغاز اكستشينج فبالتالي راح يصير في عنده central cyanosis عشان نعمل compensation شو البيشنت راح يصير معاه tachypnea وtachycardia وهاي كمان كلها تخيل واحد مش قادر يتنفس شو تلاقي الستريس ريسبونس عنده او اللي هما الستريس هرمونز تلاقيها طالعه فوق فبالتالي بصير عنده هايبرتنشن اللي هي هرمونات الكار والفر ممكن يكون في عنده هايبوتنشن اذا كانت النيمونيا عاملت له مثلا فيزو دايليشن او انتقلت على البلود ستريم وصار عنده فيزو دايليشن او ممكن يصير عنده هايبرتنشن اذا كان عنده اللي هو CO2 كثير عالي هم لأنه ممكن يعمل vasodilation وبالنهاية هذا patients ممكن يخسره ويموت قلنا أهم سبب إلها أنه protective cuff reflexes أو protective airway reflexes اللي هم cuff reflexes أو cuff reflex والgag reflex شو معنهم are decreased or absent لعدة عوامل في لها أكثر من أسباب اللي هم هيها الريسك فاكتور هون مثل واحد عنده سيجر اكتيفيتي شو سيجر نوبات التشنج واحد عنده تشنج هذا بيخسر بصير عنده loss of consciousness وبالتالي هذا ممكن يصير في عنده هذا الاسبيريشن عشان هيك واحد من الـ interventions لو واحد عنده تشنجات قول له ديره على جنبه خليه على جنبه عشان يمنع الاسبيريشن brain injury كل الريفلكسز مسؤول عنها السباينال كورد ومين كمان البرين decreased level of consciousness from trauma
drug الكحول intoxication يعني بيشرب كميات كبيرة من الكحول، أو إحنا إذا أعطيناه كميات كبيرة من sedation أو بسبب general anesthesia. patients اللي بيكون عنده flat body positioning اللي نايم كثير على ظهره ما يكونش عنده كف كويس قلنا في secretions، أو مثلاً خصوصاً الجماعة اللي عندهم gastric reflux الارتداد المعوي تلاقي بالضبط. فهذا patients لما ينام لورا شو بصير؟ سهولة إنه مكونات المعدة تطلع وبالتالي بتفوت على الإيروي، خصوصاً إذا كان عنده مشاكل في الرفلكسس. الستروك نفس الإشي، فيش عنده رفلكسس. swallowing disorders، في ناس بصير عندهم مشاكل في البلع، عشان هيك هذول اللي عندهم swallowing disorders، طبعاً شو يعني swallowing disorders؟ صعوبة البلع، بتكون عندي مشاكل في الغالب بالنيرفز اللي بتتحكم في الإزوفيغس، أو بتتحكم بالأوفيولا اللي بتتحكم وين يروح الأكل أو تفتح الإيروي ولا يروح الأكل على الإزوفيغس. فهذا عشان نتأكد منها نعملها باريوم سوالوينج ستدي، خليه يبلع إشي وبشوفوا قدرة البيشنس على البلع قبل. هاي خصوصا بنعملها لو بيشنس مثلا كان على ميكانيكال فنتليتر لفتره طويله، او مثلا بيشنس كان انكونشس لفتره طويله وبعدين صحصح كان مضاها على التغذيه الوريديه، في نوع تغذيه وريديه بسميه تي بي ان. فاحنا هون بدنا نتاكد قبل ما نرجع له انه ياكل ويشرب، نتاكد انه فعلا بيقدر ياكل ويشرب ولا لا، فبنعمل له باريوم سوالوينج ستدي. او الناس اللي بصير معهم كارديك ارست، لانه الكارديك ارست شو راح يصير بالبرين؟ راح يصير عنده هايبوكسيا، وراح يصير عنده لوس بالليفل اوف كونشسنس. كمان البيشنتس اللي ممكن ياخذوا لوكال انستيزيا للاوروفارينجال اريا زي اللي بنعملهم برونكوسكوبي، زي اللي هيهم جماعه الدياجنوستيك بروسيجر، ومثال عليها البرونكوسكوبي لانهم بيحطوا لهم شويه لوكال انستيزيا عشان الجاج ريفلكس ما يغلبناش. او الناس اللي بيكونوا زي ما حكينا اللي عندهم لونج تيرم انتوبيشن على الاندتراكيال تيوب، لانه بيكونوا في الغالب نعطيهم سيداتيفز مصر ريلاكسنس وممكن يعني يروح الريفلكسس. نيرسينج انترفينشن لازم نخلي الهيد اوف ذا بيد اتليست 30 45 ديجري، عشان اول شيء امنع الجاستريك كونتنس انها ترجع، وذا البيشنتس كمان في عنده مشكله بالجاج ريفلكس، فخلينا مجهزين شغله السكشنينج، خليها جاهزه مثلا تعاد السكشنينج عشان ما مثلا بده يعمل فوميتنج طوال انت تعمل له سكشنينج. بس مع ذلك ماشي انت بدك تعمل له سكشنينج، بس بدك تدير بالك اذا البيشنتس مثلا كان انكونشس كثير انك تعمل له جاج ريفلكس، تعمل له جاج وصير يعمل فوميتنج. فانت بدك توازن، انت بدك تجهز السكشنينج، اذا عمل فوميتنج تروح تعمل له سكشنينج. بس اذا البيشنتس مثلا عنده اندوتراكيال تيوب، هو عنده اندوتراكيال تيوب او مثلا اوروفارينجال، او بيشنتس عنده مثلا ستروك وصار يقح ما عندهش اندوتراكيال تيوب، عادي يتنفس عادي سبونتانيوس، لكنه كبير في العمر والقحه تاعته علقت بريقه، فانت هسه بدك تساعده، بدك تروح تجيب السكشن. فانت لما تعمل السكشن بدك تكون كيرفول عشان ما تعمل له الجاج ريفلكس. اذا صار معه الجاج ريفلكس البيشنت ممكن يعمل فوميتنج، وبالتالي احنا نخش بمشكله الاسبيريشن. الناس اللي عندهم ان جي تيوب اذا بياخذوا الفيدنجز منه، اذا انا بطعميهم بالان جي تيوب، شو دائما بشيك على البليسمنت وعلى الريزيجوال، على الجاسترو انتستينال ريزيجوال. شو يعني بليسمنت؟ انا اتاكد انه الان جي تيوب في الاستومك مش فايت على اللانكس، مش اروح احط له مثلا هذا الفلويد واللي رايح على اللانكس يوصل للاسبيريشن. غير هيك بدي اتاكد من الريزيجوال. شو يعني الريزيجوال؟ قبل ما اعطيه فيدنج قديش موجود في الاستومك، لان الاستومك لها قدره استيعابيه محدده. فانا ما بقدر اعطي للبيشنتس اي فيدنج اذا كان عنده ريزيجوال 150 مل او اكثر. بدي استنى بوقف. بدك تعمل اسبيريشن، تعمل اسبيريشن، لا مش تكبير، بدك ترجع له اياه.
طبعا، لان اذا انت عملت تيكا وانت هيك بتخلي البيشنت ات ريسك انه يصير عنده الكترولايت امبالانسز، فلا انت بتاخذ وبتقيس بعدين بترجع. فاذا كانت اكثر من 150 بدك تستنى لحتى يقل هذا الريزيدوال وبعدين تعطيه النكست فيدنج. وكمان شغله انه افويد بولس فيدنج، مثلا كاست مي مش تديرها مره واحده في الانجي تيوب او تحطها في سالم سرينج، تعرفوها سالم سرينج 50 سي سي، تروح تعملها بوش مره واحده، لا خليها الافضل باي جرافيتي، خليها تنزل لحالها. حتى عندهم هناك في انفيوجن بامبس للانجي تيوب، يعني بتحط مثلا الاي اس ال شو بسموه التيوب جوات الديفايس، بتقول له قديش الريت اللي بدك اياه يمشي هذا الفلويدز او الفيدنج. قلنا شو بدنا نعمل، سوالومينج ايفالويشن عن طريق شو الاستاذ حكيناها قبل شوي، باريوم سوالومينج ستدي، قبل ما نبلش الاورال فيدنج للناس اللي بيكونوا على تيوب على اندوتراكيال تيوب لمده اكثر من يومين. ماشي، فهذول اذا طبعا هذا هو اصلا هو على اندوتراكيال تيوب ما بياكل، بكون عاملينه ان جي تيوب. ماشي، هسه شالوا له الاندوتراكيال تيوب، فهسه عملنا له اكستوبيشن. شو بروح بعمل؟ طوال ببلش له فيدنج اورال فيدنج، شو لازم نعمل؟ سوالوينج ايفالويشن، اتاكد انه قادر يبلع عن طريق الباريوم سوالوينج ستدي. جماعه الاندوتراكيال تيوب، هسه الاندوتراكيال تيوب نفترض انه هاي الاير واي، تمام، نفترض واحنا دخلنا او هاي التريكيا، تمام، ودخلنا الاندوتراكيال تيوب. هسه في حوالين الاندوتراكيال تيوب في حواليها كف بننفخها، مش بس عشان تثبت مكانها، عشان مشكله الاسبيريشن. ماشي، هي مش بس وظيفتها عشان اثبت، وكمان هي ما بتثبت، هي عباره عن هواء في الاول والاخير. ماشي، بتنفخها وممكن تثبت، تعطينا السنس انها هي ثابته، لكن كمان عشان امنع مشكله الاسبيريشن. عرفنا شو هي الكف اللي موجوده هون، الاندوتراكيال كف، قديش لازم يكون الليفل تاعها اكثر من 20 سي سي H2O او سنتيمتر H2O. قبل ما طبعا ننفخها لازم احنا نعمل هايبوفرنجل سكشنينج عشان نتخلص من كل السوائل، ما يصير لها سترابينج في التراكيا. والبيشنتس زي ما قلنا اي واحد عنده الروكسيا، عنده بنخاف انه اذا بياكل مره واحده يصير عنده فوميتنج، شو بنبلش له؟ بنبلش له الدايت بيكون كلير فلويد، بعدين بصير عندنا سوفت دايت، ومنخلي دائما قلنا شو الميلز سمول، يعني منقسم لنصين، يعني مثلا كل وجبه منقسمه لنصين، والافضل انك تبلش سمول بايت، يعني جرب كلك القطعه هاي، صار معك شيء مستعملها، كيف يعني توليريتد، يعني كيف انه مستحملها، هل صار معك فوميتنج، قالك سدت نفسك، اذا خلص بقول لك مش قادر وقف، لا تخليهوش يكمل لك. الناس احيانا من حبه الدواء ما بيقدروا يتناولوا، ساعات بياكلوا اكل طبيعي، هذول ما عندهم مشكله في الحبات او الجنك، هاي الكميات الكبيره، فبتقدر تعملها كراش، مش كل دواء بتقدر تعمل كراش. ايوه تاكد. كواليتي اند سيفتي نيرسينج اليرت، طيب هاي الشغله الثانيه، قلنا هاي حكينا عن ان جي تيوب اذا بدنا نعمل له فيدنج، هاي البوينت اذا كان ان جي تيوب يستخدم في حالة اللافاج. بقول لك إذا كان البيشنس معاه نازل جاستريك تيوب عشان إحنا نطلع نعمله لافاج، فإحنا بدنا نتأكد إنه الـ NG تيوب شو ماله؟ فانكشنينج، إنه شغال. إذا كان نون فانكشنينج هذا شو راح يعمل؟ كل السوائل شو راح تتجمع؟ في الاستومك. بس لما تتجمع الاستومك بيشنس أنكونشس وصار عنده ارتداد معوي، طلعت كل هاي السوائل وين راح تصير؟ تروح على اللانز. البيشنت انكونشس، ماشي، البيشنت هو انكونشس، فبالتالي راح تصير تفوت عليه هاي السوائل او الكونتنتس على اللانز واحنا مش دارين، لانه البيشنت شو ماله؟ انكونشس. فهي الحاله شو بنسميها؟ سايلنت اسبيريشن.
وهاي silent aspiration لأنه البيشنس قلنا unconscious ولا بيعمل كافينج ولا أي شيء ما إلها أي أعراض فهي إحنا مش شايفينها مش ملاحظينها عشان هيك إذا ظلت المرحلة patients ممكن يخشوا complication pneumonia sepsis و septic shock عشان هيك شو لازم نظلنا متأكدين الانجيوتيوب إنه functional يعني جيت على patients مثلا الساعة 9 كان الدرينج تاع الانجي تيوب مثلا 200 سي سي مثلا اجيت على الساعه 11 لساته 200 سي سي لازم تشيك يعني تجيب السرنج وحاول يسحب وطبعا بدك تشيك على اللنجز تسمع الايروي ما صار في عنده كراكلز ما صار في عنده مثلا ويزنج فاكولياتر ساين سيمتومز اوف ريسبيراتوري ديستريس حد عنده اي سؤال الله يغلبك الحالة الثانية بعدين معنا غماتك هاي حطي سايلنت أو تحط نغمة كويسة أتليكتاسيس شو يعني أتليكتاسيس حكيناها أكثر من مرة كولابس أوف ألفيولاي أو ممكن يصير فيها كلوجر في الإيروي طبعا وبالتالي إذا الإيروي سكرت هل في نيتروجين قلنا شو اللي بخلي الالفيولاي فاتحه نيتروجين فاذا سكرت الاير واي بفوت نيتروجين على الالفيولاي فبالتالي شو راح يصير فيها كولابس الاتريكتاسيس ممكن تكون اكيوت هي الموست كومون او ممكن تكون كرونيك مع جماعه مثلا سي او بي دي الرينج هسه حسب السايز قديش مساحه من اللنج صار فيها اتريكتاسيس اذا كانت كميه قليله او مساحه صغيره بنسميها مايكرو اتريكتاسيس وهي ممكن ما نشوفهاش على التشست اكس راي وبالتالي تاثير على البيشنتس ما يكونش كثير كبير بينما اذا كانت ماكرو اتريكتاسيس شو معنى ماكرو قلنا انه شيء كبير او مساحه كبيره بهاي الحاله فبالتالي احنا هون عم نحكي عن سيجمنت من اللنجز او لوب او حتى كل اللنج فوليوم صار فيها اتريكتاسيس أسبابها واحد من أهم أسبابها الهايبوفنتيليشن وهم نسميها non-obstructive atelectasis كيف يعني هايبوفنتيليشن؟ مثلا مريض COPD بتذكره عن respiratory drive تاعه لما حكينا مش لازم نعطيه high flow oxygen لازم low flow oxygen لأن respiratory drive تاعه هو الأكسجين الهايبوكسيميا إذا أنت أعطيته أكسجين فبالتالي البرين بيقول لك ليش تتنفس أعمل هايبوفنتيليشن فبالتالي البيشنت ممكن يصير عنده اتريكتاسيس او ممكن تكون النوع الثاني اللي هو اوبستراكتيف اتريكتاسيس يصير في عند البيشنت اوبستراكشن بالاير ويز زي مثلا صار عنده اسفيكسيشن نقطة خناق او تجمع سوائل في الاير واي وبالتالي بطل النيتروجين يفوت على الالفيولايز وصار فيها كولابس وهذا هو الموست كومن تايب الاوبستراكتيف اتريكتاسيس وفي عندنا نوع ثاني compression atelectasis شو يعني compression؟ إيش بيضغط على اللانز بمنحها من الإكسبانشن مثل pleural effusion hemothorax pneumothorax عرفنا شو الكمبريشن؟ إيش قاعد بيضغط على اللانز ما يمنحها من الإكسبانشن إذا اللانز ما صار لها إكسبانشن ما راح يدخل نيتروجين وبالتالي شو راح يصير مع الpatients؟ atelectasis الكومبريشن اتريكتاس او الكومبريسيف اتريكتاسيس هاي ممكن يكون سببها البلورال فيوجن بالضبط نيموثوراكس هيموثوراكس شو الفرق بيناتهم ثلاث هيموثوراكس هاي بلورال فيوجن فلويدز ممكن بس ممكن بس سوائل نيموثوراكس غازز والهيمو بلود وين مجمعات بالبلورال سبيس وبالتالي البيشنت ماله اللونجز قاعد بيصير اكسبانشن بالضبط فبالتالي ما بفوت نيتروجين وبالتالي صار مع اتريكتاسيس كمان مين الناس اللي ات هاي ريسك اللي بيكون بوست اوبراتيف خصوصا اذا كان عنده سيرجري في الابدومين او الجست اذا بياخذ ديب بريث بصير عنده بين فبتلاقي البريثنج تاعته شماله شلو فهذا ما بيعمل اكسبانشن كافي فبالتالي بصير عنده اتريكتاسيس او طبعا جاء ممكن من الجنرال استيزيا
أو جماعة الـ immobilized patients، لأنه قلنا الـ cuffing شماله impaired، يعني ما بكون عندهم cuffing كويس، وبالتالي accumulated secretions، وبالتالي هذا صار عنده obstructive atelectasis. هاي عندنا مثلاً أنواع الـ obstructive، صار في عندي هنا مثلاً سكرت الـ airway، وبالتالي هاي الـ bronchioles اللي بتودي لهاي الـ segment شمالها ما جابت لهاش نيتروجين، فبالتالي صار في عندك كولابس في اللانكس او كولابس الالفولايز. كومبريشن طلعوا في عند البيشنتس بلورال فيوجن، هون ضغط على مين؟ على اللانكس، فبالتالي اللانكس صار لها اكسبانشن، ما صار لهاش اكسبانشن، فبالتالي الالفولايز بهاي المنطقه شمالها كلياتها كولابس. او كونتراكشن، هاي ممكن تكون كونتراكشن هايبوفنتيليشن فنتيليشن، كملها هايبوفنتيليشن، يعني واحد ما بتنفسش ماشي، واحد عنده هايبوفنتيليشن ممكن تكون السبب اللي حكيناها، عنده ديكريز بريسبيراتوري درايف، ممكن البيشنتس مثلا اللي ماخذ اوفر دوز من ميديكيشن، مش اوفر دوز من الاكسجين، اوفر دوز دراجز مخدرات او زي مورفين مثلا او سيداتيفز او انستيزيا. كوزز فورين بودي، شو بعمل فورين بادي؟ بسكر لنا الايروي، او تيومر بالايروي كلياته هذا اوبستركتيف. التر بريثنج باترن، واحد صار عنده شالو بريثنج، ريتين سكريشنز سكرت لنا الايروي، امبيرد كاف ميكانيزم شو بصير؟ تاكوميليشن اوف سكريشن في الايروي، بين عنده سيرجري مش قادر يعمل يتنفس، وبالتالي شالو بريثنج ما دخل كميات كبيره من النيتروجين، انكريز بالابدومينال بريشر، واحد فيري اوبيز أو pregnancy، reduced lung volumes because of musculoskeletal or neurological problems، الناس اللي عندهم مشاكل أو مثلاً زي spinal cord injury وصار عندهم hypoventilation، فهذول ممكن يصير معهم نفس المشكلة. أو الناس اللي مثلاً ماخذين sedatives أو anesthesia اللي ما بيعملوا complete respiration أو complete ventilation، فبصير معهم atelectasis. Prolonged supine position، حكينا ما بعملوش كف كويس فبتتجمع secretion. Pleural effusion، pneumothorax، hemothorax، هذول كلياتهم قلنا شو بيعملوا؟ شو النوع؟ compressive atelectasis. Specific surgical procedure اللي هي زي ما حكينا اللي بتكون في الأبر أبدومين، thoracic، ومثل عليها على thoracic surgeries open heart surgery اللي هي عملية القلب المفتوح. عملية القلب المفتوح هي عبارة عن إيش؟ بيجيبوا دريل، مش دريل، منشار بيفتح الاستيرنم، بيجيبوا زي الهوكس بيفتحوا بصير يشتغل الشباب. clinical manifestations، واحد سكرت الالفيلايز، وهنا بنقصد في الأكيوت انسيديس. شو يعني انسيديس؟ هي يعني هم كاتبين هنا gradual with harmful effects، انت كل ما انت قاعد تتفرج على patient شو بتكون الحالة، بصيرها deterioration بسرعة ماشي، هيك احسن وصف لها كلمة insidious. patients مش فاتحة عنده الالفيلاي، او مثلا في عنده foreign body بالairway، شو راح يصير في عنده؟ sign of symptoms of respiratory distress. شو عند distress؟ معجوق او في شيء مش شغال فيه. نفس الشيء، لا ديبريشن عنده مشكله بالريسبيراتوري درايف. ديستريس علامات انه هذا البيشنت بيعاني من مشكله بالريسبيراتوري. شو في عنده؟ التنفس السريع، الديسنيا، ويزنج، كراكلز، هاكلات سانسمتومز اوف ريسبيراتوري ديستريس. فانكريزنج ديسنيا، كف، سبيوتم برودكشن، low grade fever في حالات النمونيا مثلا او حالات انفكشن. حسب متى قديش سرعه الاعراض بتصير وسرعه المشكله. اثر يجيها، بس تصبر على اصيبك. بحالات الاكيوت بكون في عندي large amount of lung tissue مثلا لوبر اتريكتسس، فبصير مع البيشنتس تاكبنيا بالاول ما فيش اكسجين، بعدين بدنا نصير عندنا كومبنسيشن كمان تاكيكارديا، الهارت بده يشتغل اكثر ودي اكسجين اكثر. بلورال بين، ممكن البيشنتس
حسب طبعا الكوز يصير عنده pleuritic chest pain. هاي اللي بتحكي عنها زميلتكم central cyanosis، لأنه في عندي مشكلة في الغاز exchange في central cyanosis. وين هذا central cyanosis؟ يكون عنده ازرقاق في مثلا mucous membranes تاعت اللبس تاعت وين كمان في عنا الفينجر تيبس. ما هي تقدر تعبيها، بس لما تيجي تصاحب لك مثلا بلوش باللبس شو بتقول عن البيشنس سنترال ساينوسس؟ ما شفتش ماف. If large areas of the lungs are affected the patients راح معاه يصير قلنا respiratory distress difficulty breathing خصوصا في supine position. ومن البيشنس ما عندوش اكسجين شو راح يصير؟ واحد مش قادر يتنفس، شو راح تلاقي عنده؟ anxiety وstress، لكن ممكن يصير معاه كريز بالبلد بريشر. الكرونيك هي سيميلر للاكيوت، لكن الساين سيمتومز شمالها تيجي جراجوال وما بتكون اكيوت لايف ثريتنينج زي مين؟ زي الاكيوت بالضبط. يعني البيشنت بيعملها ادابتيشن، يعني بتعود عليها وبيعمل عليها تكيف. ساينز اند سيمتومز اوف بولمونري انفكشن ممكن تلاقي مع هذا البيشنت زي جماعه تي بي مثلا. الاكس راي من احسن الدياجنوستيك تيست عشان نشوفها، فتطلعوا لنا كيف كل اللانج صون شمالها كولابست ما فيهاش كل هاي الاريا. فالباتشي انفلتريتس اور كونسيدريشن ارياز بقول لك حتى تشيستك راي كويس انها ممكن تكشف لنا الاتريكتاسز قبل ما تبلش الاعراض، خصوصا في المايكرو اتريكتاسز. إذا مايكرو لكنها على مساحة كبيرة، يعني شو كيف بدي أقولها؟ سكاترد أتريكتاسس، يعني مثلا والله هاي هنا إيريا صافية أتريكتاسس وهاي صافية أتريكتاسس متوزعة. فالإكس راي بتلاقينا إياها قبل ما تبلش الساينوس سيمتومز. characterized by increased work of breathing and hypoxemia. increased work of breathing قلنا respiratory distress. وليش بصير عندهم هايبوكسيميا؟ لأنه الألفيولاي هي مكان الغاز إكسشينج، فما فيش أكسجين. طيب هذول مسكرات، هذول صافي عنده كولابس بهاي الأريا، تعال حط السماعة عليها تسمع شيء، معناته شو بصير بالبريث ساونز؟ صيرها decreased or absent ماشي. والكراكلز ممكن إذا كان مصاحب إلى مثلا accumulation of secretions. pulse oximeter شو بكون البيشنس عنده؟ لو بالأوتو ساتوريشن حتى أقل من 90%. نيرسينج مانجمنت أهم إشي نعملها بريفنشن. إذا ما عملنا بريفنشن مريض أت هاي ريسك راح يصير معاه هاي الأتريكتاسس. فالتشينج بوزيشن فريكوينتلي فروم سوباين تو أبرايت، قديش الزاوية؟ هاي فاولر بوزيشن مع الهات. إذا كان بيشنت أت هاي ريسك، بس كل واحد بدروح العملية هذا patient at risk. بس الناس اللي عندهم high risk مثلا واحد unconscious طالع post operative وعنده نيمونيا شو ماله؟ هذا high risk، هذا خلاص، هذا بس بستنى متى تصير. فاحنا نحاول نكون aggressive بالinterventions. strategies to expand the lungs، كيف بدي أوسع أو أحسن chest expansion. deep breathing and coughing exercise كل ساعتين. اخلي البيشنس مثلا كان بالعمليه بلش يصحصح، شو قلنا؟ نخليه يتحرك as soon as possible ASAP unless contraindicated ماشي. مين الكونتراندكيتد في الغالب؟ الناس اللي عندهم orthopedic surgery، عمليات في المسكولوسكيليتال زي عمليات الديسك مثلا. هذا بتلاقي بقول لك دير بالك لا تتحركش مثلا لمده يوم او يومين أو مثلاً لمدة 8 ساعات. فخلينا نطلع على النوتس اللي بكون كاتبها طويل. Use of incentive spirometer، حكينا لأنه بيقوي المصل تعاون respiratory وبالتالي بيزيد من chance تاعت lung expansion. لما أنا أجي أعطي patients opioids أعطيه opioids، أنا أصلاً بالعكس أنا بدي patients يأخذ painkiller عشان يخف عنده البين وبالتالي يقدر يتنفس. لكن بنفس الوقت انا بدي استخدم هاي الاوبيوز والسيداتيفز بشكل شو كيرفولي عشان ما اعمله ريسبيراتوري ديبريشن. لكن والله بيشنت طالع من عمليه
عنده open heart surgery. أقول البيشنس هذا خايف يصير مع respiratory depression، لا تعطيهوش painkillers بس مشي على ريفالين باراستامول عالفاضي. هذا معاه severe pain، هذا معاه severe pain، فلازم يتعالج عن طريق الأوبيوت. لكن زي ما قلنا لازم نكون careful في التعامل معه، ونظلنا نعمل له monitoring، نظل نعمل له monitoring. Aerosol nebulizer treatments following by chest physiotherapy اللي هم البخاخات، ونعمل للpatients CBT اللي هي chest physiotherapy اللي هي pulsar drainage و chest percussion والvibration، ونظلنا نعمل suctioning إذا كان patients مثلا عنده endotracheal tube وظل في عنده سوائل فبنعمل له suctioning. Medical and nursing management الجول تاعنا شو؟ improve الventilation وأشيل secretions. إذا كمان عنده compression relief compression، لأنه قلنا ثلاث أنواع من الأسباب، فا improve ventilation. كيف بدأ أحسن ventilation؟ بدأ أحسن lung expansion وأحسن breathing عن طريق positioning، خليه high fowler positioning مثلا، frequent turning، early ambulation، lung volume expansion maneuvers مثل deep breathing exercise and incentive spirometer. كيف بدي اشيل السكريشن؟ عن طريق الكافينج اكسرسايز، suctioning، nebulizer therapy، chest physiotherapy، postural drainage. هذا البيشنس عنده hypoxemia لازم اعالجها عن طريق الاكسجين ثيرابي O2. بس هسه في عندنا شغلات ثانيه بتخلي الالفيولايز تفتح او بتساعد انها تحافظ على الالفيولايز فاتحه، اللي حكيناهم ايش هما؟ البيب والسباب، ماشي. هذول المودز تاعون ميكانيكال فنتليتر، تاعون جهاز تنفس صناعي. فهذا البيب شو قلنا؟ بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، لما البيشنت يعمل اكسبيريشن يطلع كل النفس بخاف يصير في عنده كولابس، فانا بخلي فيه بريشر على الاند اكسبيراتوري، بس على الاند اكسبيراتوري تقريبا ممكن يعطوه 5 تكون الفاليو تاعته من 2 ل 5 او حتى ممكن توصل 15 حسب الكيس. فبنخلي الالفيولايز شمالها فاتحه بمنع الاتريكتس، بينما كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر شو قلنا عنه؟ هذا البريشر مستمر في الانسبيريشن والاكسبيريشن والفتره اللي بيناتهم على الاند اكسبيريشن. فبالتالي طبعا هذا كله بيعتمد على حاله البيشنس. اذا البيشنس والله كونشس ما كان على جهاز فنتليتر ما عندوش مشكله في الكونستركشن الاير واي، فهذا ممكن اعطيه بس بيب. لكن بيشنس عنده مشاكل زي سي او بي دي، عنده كونستركشن ازمه، فهذا ممكن نعطيه سي باب. هذول متى نعطيهم؟ اذا ما كانوا مستجيبين للفيرست لاين تريتمنت اللي هي فنتليشن ريموف سكريشن، وكمان تشيست تيوب إذا في حالات النيمثراكس بروفيجن. ممكن نعملهم برونكوسكوبي إذا ما قدرنا نطلع كل السكريشنز أو الأوبستراكشن اللي صار في الأيروي. ثراسنتيسس، ليش ثراسنتيسس في حالات؟ أي سوائل؟ إذا كانت كمية قليلة أقل من 200 سي سي. بعض المرات ممكن يعمل إيش مسموها؟ شو اسمها؟ أتوقع اسمها بلورال ويندو، بيفتح فتحة فبخلي السوائل تطلع. والسيرجيكال مانجمنت هاي أكثر إذا كان ضغط على الهارت، ضغط على الهارت فبيعملوها سيرجيكال مانجمنت، لأن هذا زي حالات تنشن نيموثوراكس مثلا. كم سلايد تونا أخذين؟ ما أعرفكم تعالي تونا عسانين أكثر مني. قديش كم سلايد تونا أخذين؟ كم؟ المرقمات بديش طيب كم صار ضايق؟ 13. تأخذ بريك ولا أكمل؟ تأخذ بريك؟ هاي بتصحصح بالمناري ديما، فخذوا بريك، خذوكم بريك 5 دقائق. لا مش 5 دقائق، 3 دقائق. افتح الباب خلينا نتنفس. سهي كيف بدنا نرسم عليها؟ pulmonary edema. شو يعني pulmonary edema؟
accumulation بالفلويد وين؟ في اللونج تيشو بالبرانكيما او الالفيولر سبيس. وهاي شوي ممكن او خلينا خلص خليها زي ما هي في التيشو او في الالفيولايز او بالبوث طبعا. هاي شمالها اذا كانت خصوصا اكيوت, يعني البيشنت معاه كرونيك بلمونري ايديما بسبب هارت فيلير قلنا متعود عليها. لكن اذا كانت اكيوت او نسميها فلاش بلمونري ايديما فهي سيفير لايف ثريتنينج سيتويشن. كلاسيفايد حسب الكوز, يا بتكون كارديوجينيك سببها ريليتد للهارت زي الهارت فيلير او نون كارديوجينيك. نبلش بالنون كارديوجينيك. نون كارديوجينيك معناته ايش؟ ما فيش انا عندي سبب من الهارت, سببها مش من الهارت. بيكون في عند البيشنتس مشكله وين بصير في دمج بالكابيلاريز تاعون الالفيولايز. هسه الالفيولايز هي مكان قلنا الجاز اكسشينج, فهاي معبي جاي التهاب شو مسميه الارتريولز والفينيولز شو مسميين كابيلاريز بالضبط, معبي كابيلاريز عشان نحسن ديفيوجن وتخلص من الغازات. اذا صار فيها اوستراكشن وديستراكشن راح يصير في عندنا هاي الايديما. ممكن سببها دايركت انجري لللانج, تشست تروما مثلا نايف او اسبيريشن اختنق, سموك انهاليشن. وهاي كلياتها شو راح تعمل عند البيشنت؟ انفلاماتوري بالضبط ريسبونس. انفلاماتوري ريسبونس شو راح تعمل بالكابيلاريز؟ تزيد بيرمابيليتي تاعتها. زادت بيرمابيليتي شو صار بالفلويد؟ تترشح الالفيولايز, وبالتالي شو صار مع البيشنت؟ بولموناري ايديما. هيماتوجينيوس انجري لللانج زي سبسس سبتيك شوك. ده كانت ماسف كاردو بلمونير باي باس بانكرياتيتس. ها كلياتها اي بيشنس بعد ميجر سيرجري, اي بيشنس مع اي نوع من الشوك بصير ات ريسك, بصير في عنده سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. سيستميك S-I-R-S Systemic Inflammatory Response Syndrome. شو يعني Systemic؟ كل الجسم في Inflammatory Response, فبالتالي Inflammatory Mediators متفعلة. صار عند Patients إيش؟ زيادة في Permeability. واحد من أهمها الألفيولايز, الكابيلاريز الموجودة في الألفيولايز, فبتزيد بتحشرح يعني بريح راسي, فبتزيد الترشيح السوائل للالفيولايز وبالتالي تتعبى مي. اور انجري بلس زياده في الهيدروستاتيك بريشر, الناس اللي عندهم نسميها بولموناري هايبر تنشن. بولموناري هايبر تنشن هاي المقصود زياده في الهيدروستاتيك بريشر, او الناس اللي عندهم هايبر فوليميا. هايبر فوليميا كارديوجينيك بولموناري إديما. خلينا نرسم الدورة الدموية ولعبة الرسم زي ما بتعرفوا. فهذا الهارت من الكذبة, هذا الهارت تمام, وهاي اللانجز. كيف اللانجز؟ قلنا شو الارتري اللي بيودي على اللانجز؟ pulmonary artery oxygenated ما فيهوش O2 ماشي. صار في عندي هون الغاز اكسشينج, هسه بدي يرجع لوين؟ لوين ما عارف لوين بدي يرجع, للهارت للليفت اتريوم ماشي. ليفت اتريوم بدي نزله عن طريق الميترال فالف للليفت فينتريكل, والليفت فينتريكل بدي اوديه لكل البادي عن طريق الاورطه. هذا ايش اسمه؟ بولموناري فين. هذا الفين الوحيد اللي فيه اكسجين, وهذا الارتر الوحيد اللي ما فيهوش اكسجين. طيب هسه شو الكارديوجينيك شوك؟
patient عنده left side heart failure. Left side. شو يعني left side heart failure؟ left side تاعت الهارت خصوصا left ventricle مش شغال. شو يعني مش شغال؟ ما بيعملش pumping. فبالتالي الدم وين بضل؟ بضل جواته. ما فيش عنده cardiac output عالي، وبالتالي الدم جواته. هذا ممكن يصير بسبب جلطة قلبية، ممكن يصير بسبب ارتفاع ضغط الدم، لأنه الأورطة هو إذا سمعت بالperipheral resistance يعني الأورطة كديش في ضغط جوات الأورطة، فبالتالي left ventricle لازم ينقبض كويس عشان يتغلب على هاي resistance. إذا كانت عالية hypertension اللي هي peripheral resistance، مع الوقت راح يصير معها hypertrophy ويصير معها left side heart failure. طيب هسا زاد البريشر هون، وبالتالي شو راح يرجع البريشر يرتفع وين؟ البلمونري فين. البلمونري فين مش راح يقدر يفضي في الهارت، فبالتالي راح يرتفع البريشر وين؟ في الكابيلاريز الموجوده في اللانكس. لما يرتفع البريشر الموجود في الكابيلاريز هذا اسمه زياده الهيدروستاتيك بريشر. حكينا عن الهيدروستاتيك والانكوتيك اوزموتيك او الانكوتيك بريشر، حكينا عنه. شو هما؟ قلنا هذا الارتري او الكابيلاري اللي بيطلع السوائل من جوه لبرا اسمه هيدروستاتيك بريشر. بالضبط الانكوتيك عكسه. هسه ربنا خلقهن في حاله بالانس توازن. لما يرتفع البريشر اللي جوات الليفت فنتريكل لما يرجع على الفين ولما ترجع على الكابيلاري يستعمل اللانكس، شو نوع البريشر اللي ارتفع؟ هيدروستاتيك بريشر سوائل، ما ارتفعت البروتين، ارتفعت السوائل. فلما ترتفع شو راح يصير؟ تترشح السوائل لالفيلايز، وبالتالي بصير معاه كارديوجينيك بولموناري إديما. السبب مين في البدايه؟ ليفت سايد اوف ذا هارت. ماشي ليفت سايد اوف ذا هارت. فبكون نرجع للسلايد، abnormal cardiac function, increased microvascular pressure, hydrostatic pressure, inadequate left ventricular function, ما فيش عنده contractility بالleft ventricle, حالات الhypervolemia، فبالتالي راح يزيد عندنا hydrostatic pressure. volume, volume لإيش؟ volume للفلويد، يعني hydrostatic pressure. after pneumonectomy، شو يعني pneumonectomy؟ إنه استئصال جزء من اللانجز. هسه هاي مثلا اللانجز، هاي اللانجز جاي عليها آرتري، تمام؟ فاحنا عملنا استئصال لكل هاي المنطقة. كمية الدم اللي جاي بالآرتري كانت كافية لكل هاي المساحة، بس احنا قصينا من المساحة، معناته كمية الدم راح تعمل زيادة البريشر، راح ترتفع الهيدروستاتيك بريشر. انت هاي بتقدر تعبيها اكثر من طاقتها. نفس الاشي بصير بهاي باللانج ساي لانه عملنا بنيومونكتومي، فبالتالي انا قاعد بعبيها اكثر من طاقتها او بوديها دم اكثر من طاقتها، فبصير في عند البيشنت زيادة في الهيدروستاتيك بريشر، وصير عند بلماري ديما بالجزء اللي ضل. بالضبط هذا خلص خلصنا. هاي بنحكي اكيوت لايف ثريتنينج، ما عالجناهاش بموت. الناس اللي بصير عندهم اكيوت ام اي، وان شاء الله لما نحكي عن ام اي عن مايوكارديال انفاركشن راح نعرف انه لها اماكن، وين اماكن بتصير في بالقلب، خصوصا الليفت ام اي او ليفت لاترال، ليفت لاترال لاترال او الانفيريور ام اي. هاي من اهم الانواع اللي ممكن تعمل بالمناري ديما. وزي ما قلنا البيشنس اللي معهم كرونيك هارت فيلير، في اشياء ثانيه ممكن تعمل بالمناري ديما. شو ممكن يعمل لنا؟ هايبرفوليميا، رينال فيلير، واحد ما عندوش كلى تاعته مش شغاله بتخلص من السوائل، فبالتالي السوائل بتضل، فبصير عنده هايبرفوليميا، بزيد الهيدروستاتيك بريشر، بصير عنده بالمناري ديما. زي ما احنا شايفين هي عباره كليات عن سيركل، هي عباره عن دائره مغلقه. الهارت إذا صار في عنده هارت فيلير تضرب الكدني، وكمان الهارت فيلير بيأثر على اللانس، الكدني كمان لما تضرب شو راح تأثر على اللانس؟ هاي كلها بتعمل بالمايديما، فهي عبارة عن دائرة مغلقة. واحد ضربت عنده الكدني مثلا عملوا له قسطرة،
الكونتراست عملت له اكيوت جلوميرولر نيفرايتس اكيوت كيدني انجري، تراكمت السوائل، زاد البريشر جوات الاورطه. شو صار بالليفت فنتركل؟ ليفت سايد هارت فيلر. شو صار عند البيشنتس؟ فلمان اليديما. كلياتها عباره عن دائره مغلقه. ممكن البولمونري إديما إذا كانت نون كارديوجينيك بهاي الحالة ممكن تعمل رايت سايد هارت فيلير كور بولموني، حال نسميها كور بولموني، بتصير هي اللي بتعمل هارت فيلير. هسه اللي بنعرف الكارديوجينيك الهارت هو بيعمل بولمونري إديما. إذا كانت البيشنت عنده نون كارديوجينيك والدم قاعد الرايت فنتركل بيحاول يودي دم على الـ على الليفت على سوري على الـ على اللانجز، لكن اللانجز بتقول يا عم انا عندي فيلر الدم هذا خليه عندك، راح يصير في عنده ريزيستنس وبالتالي راح يصير في عنده هايبرتروفي ويصير عند البيشنت رايت سايد هارت فيلر. فهذا مصطلح بنسميه كور بولمونير. كور بولمونير بولمونير من بولموناري، كور له علاقة في الهارت، فهي right side heart failure caused by pulmonary issues أو pulmonary disorders. ممتاز. فعرفنا كيف كليات الموضوع دائرة مغلقة، يعني واحد عنده pulmonary edema إذا كانت cardiogenic معناته patients عنده left side المشكلة، عنده signs symptoms تاعت left side. هسه patients عنده left side heart failure شو signs symptoms تاعته؟ نفس علامات البولموناري إديما بالإضافة للديكريست كاردك أوتبوت، لأنه الكاردك أوتبوت مسؤول عن الليفت فنتركل، فتلاقي عنده مثلا بيلر، ممكن تلاقي عنده ديكريست ليفل اوف كونشسنس لأنه ما فيش بيرفيوجن واصل للبرين، ممكن تلاقي عنده ديكريست باليورين أوتبوت لأنه ما فيش بيرفيوجن واصل للكيدنيز وصار بده بلش يصير فيها رينال فيلير. ممكن تأثر على حسب الكومبنسيشن. هسه بيشنت عنده رايت سايد هارت فيلير، الرايت سايد مش قادر يستقبل الدم، الرايت سايد من وين بيجي الدم؟ من البادي السوبيريور فينا كافا والليفت والانفيريور، سوبيريور والانفيريور. هسه معناته الدم راح يضل مجمع بهاي الفينز، فشو تلاقي عروق العروق ديستندنج نيك فينز، الليفر شو ماله؟ هيباتوميجالي، لانه الليفر بيودي الدم لوين؟ للانفيريور فينا كافا، مش قادر يفضي الدم راح يصير في عنده سبلينوميجالي. بالضبط. ممكن يصير عنده بورتال هايبر او بورتال هايبرتنشن. فكلياتها دائره مغلقه، افهموا الفسيولوجي باثوفسيولوجي ولا عمركم تنسوها. بما انه البيشنت صار عنده اكوميليشن اوف سكريشن جوات الالفيلايز، صار في عنده غاز اكستشينج، فبالتالي راح البيشنت يصير عنده هايبوكسيميا. كلينيكال مانيفستيشن معناتوش اكسجين، ديسنيا، راح يصير في عنده سادن اونست اوف بريثلسنس والبيشنت بيعاني من سفوكيشن بدي اتنفس، اير هانجر، يعني اير هانجر جوعان هواء، وزي اللي بحس انه قاعد بيغرق سواء جوات اللانس، مع انه ما فيش عنده غاز اكسجين، راح يعاني من ساينوسيس. كول كلامي سكن، شو يعني كول؟ عبرات بسبب شغل السمباثيتك سيستم. السمباثيتك سيستم بيعمل بريفرال فيز كونستريكشن وعلى الفايتال اورجانز دايليشن. وكلامي سكن كمان، هذا شو يعني كلامي؟ يعني زي تعرق، وهذا كلياته من الستريس. ريستلسنس، انكشس، اجيتيتد، مش قادر يتنفس، مش طبيعي. فروثي سكريشنز من اهم العلامات. فروثي سكريشن يعني لما بتلاقي قاعد بتطلع رغوة، سبيوتم فوم، زي الفوم تاعته من السوائل اللي قاعد بتطلع. patients ممكن يخش بحالة acute respiratory distress syndrome، وراح نيجي نفرق بينها وما بين pulmonary edema. cough، يعني cough قاعد حالة انه في عنده secretions، تاكيبنيا، noise respiration، low oxygen saturation، كرياته بسبب انه بده يعمل compensation للlow O2-sat فبصير عنده تاكيبنيا، noise respiration بسبب الفلويدز، واللو oxygen لانه ما فيش عنده oxygenation او gas exchange. assessment، اسمع للpatients راح تلاقي عنده crackles، طلع الاكس راي قديش
diffuse white patches. Diffuse يعني أنا تلاقي منطقة محددة تعرفنا في infection في عنده مثلاً atelectasis لا مبين إنه في عبياض scattered. Pulse oximeter بلش ينزل يصير عند patient hypoxemia عشان هيك لازم نعمل له ABGs. الABGs PaO2 low to saturation patients ممكن بالبداية يصير عنده tachypnea فبالتالي يصير عنده respiratory necrosis ما لحقناهوش راح يصير عنده respiratory failure ويصير عنده respiratory acidosis. Patients شو دخل هاي الأشياء blood urine nitrogen creatinine electrolyte بالضبط left side heart failure راح يأثر على الكيدنيز فلازم أظن نشيك على blood urine nitrogen creatinine طبعا بالإضافة للإلكترولايتس. مين أهم شيء؟ الإلكترولايتس. مين أهم شيء؟ بوتاسيوم. هايبركاليميا جماعة رينال فيلير. ميديكال مانجمنت بدي أشوف شو الكوز وأعالجه. إذا كاردياك نعطيه فيزو دايليترز عشان أخفف البرشر على الورطة والليفت فنتريكل. وكمان بدي أعطيهم دايوريتكس أخفف من الهايبرفوليميا من البرشر. طبعا فيزو دايليترز زي نيتروجليسرين. أكسجين عشان أحسن أكسجينيشن نستخدم نون بريثينج ماسك. فلويد ريستريكشن عشان أعالج مشكلة الهايبرفوليميا وأقلل البرشر على الهارت. مورفين ماشي بنعط عشان أقلل الأنزايتي أقل وعمل بين الكنترول طبعا قلنا بكيرفولي بس مش هذا السبب اللي أنا بختار مورفين. ممكن ليش ما أعطينا هوش بتدين مثلا. المورفين له دائما خاصية أو ميزة في حالات مثلا الـ MI الجلطات القلبية أو الجلطات أو الـ Heart Failure إنه بيعمل Relaxation للـ Arterioles للـ Bits of the Arterioles يعني بين قوسين زي بيعمل Vasodilation فهو بيعمل لي بقلل الـ Anxiety. إذا قلل الـ Anxiety شو راح يخف؟ الـ Workload على الـ Heart وعلى الـ Lungs. الهارت بتوش يشتغل كثير انا خفيت الانزايتي معناته ما فيش عندي ستريس فبقل الورك لود على الهارت وبقل الورك لود على اللانجز فبتقل. وكمان اذا البيشنت مثلا عنده بين بسبب انجري شيء بيعالجه لكنه مش هذا السبب اللي انا بعطيه في حالات البولمونري ديما. ليش انا بختاره هو نفسه؟ لانه بيعمل فازوديليشن فبقلل البريشر على الهارت وعلى اللانجز. نيرسينج مانجمنت administer oxygen medication as prescribed position نخليه upright high position minimize exertion stress. أصلا هذا patients بصير عن بقدرش يعمل بقدرش يتنفس. ولما نحكي عن heart failure في له 4 classification حسب قديش شدة الأعراض. أنا وأنا أحكي من أهم من آخر الأعراض هو يحكي بتعب هاي من علاماته. فأنا عشان هيك شو لازم أخلي patients أخفف له من الإكسيرشن أو أريحه وأقلل الستريس. هاي كلياتها بتأثر على quality of life البيشنس معرض يصير معاه depression إذا كانت chronic. فأنا لازم أعطيه psychological support. وشو قلنا عن الفلويد؟ fluid restriction. لكن قلنا أي مشكلة ممكن تعمل عند البيشنس hypervolemia أو hypovolemia شو لازم أعمل؟ monitoring لل intake والout والbody weight بالضبط. هاي ضروري جدا ضيفوها يا جماعة. هاي من أسئلة الإنكليكس daily weight daily weight. وقلنا كيف بتاخذ وزن patients الصبح أول ما يصحى أخف إشي لابس بروح الحمام وبطلع بتوزن. acute respiratory failure هي عبارة عن pulmonary edema إشي بصير مشكلة بتصير في اللونز في الآخر بتصير عنده pulmonary edema. لكن اللي بيميزها إنه بالacute respiratory failure بصير في damage بالwalls تاعون الالفيولايز. ذاكرين هون ولا مش ذاكرينها؟ سوري هذا ال راح بالي عن distress. هذا acute respiratory failure والله شكل ما بدي أفش الحالي واروح أحكي عن acute respiratory distress بدي أحكي عنها نقطه وبعدين برجع عليه. Acute Respiratory Distress Syndrome هو الأصل أحكي عنها. شو بصير بالأكيوت فتحتوا عليها على سلايد؟ شو بصير عندنا؟ Fluid build up وين؟ في اللونز making it hard for them to expand وبالتالي ما فيش عندي gas oxygenation.
شو صفات زيها زي مين؟ pulmonary edema. بس اللي بيميزها انه بصير في عند patients diffuse alveolar damage. هاي اللي بيميزها. بالاول لا عنده اشياء cardiogenic ولا non cardiogenic, لكن صار في عندي alveolar damage, صار عندي inflammatory response, صار السوائل تترشح للalveolites. فالARDS acute respiratory distress syndrome non-specific pulmonary response to a variety of pulmonary and non-pulmonary insults to the lungs. وهي اللي بيميزها انه بكون في عند patients massive or diffuse alveolar damage. طبعا هي من الديزيز حسب الشدة تاعتها. المايدر هي عبارة مثلا ممكن patients بس يعاني من shortness of breath, crackles, يعني mild version of pulmonary edema, لكن ممكن تتطور لعند البيشنت يصير عنده life threatening acute respiratory distress syndrome, خصوصا في البيبي. في البيبيات قلنا اللي بيميزها انه عنده severe inflammatory process. شو سببها؟ diffuse alveolar damage في alveolites, وبالتالي بتزيد ترشح السوائل. وشو بالنهاية بصير عند البيشنت؟ pulmonary edema. بالضبط الـ ARDS واحد من أهم الأسباب للـ pulmonary edema. ما بصير فيه دمج للـ ARDS. هسا حسب السبب, إذا كان سبب ARDS بصير فيها ماشي. لكن هل الـ ARDS اللي دخل بالهارت كارديوجينيك؟ بقدر أقول الكارديوجينيك لا, طبعا نان كارديوجينيك. الـ ARDS ما هاش تخفر. فالبيشنت بصير عنده increasing bilateral infiltrates على الشست X-ray نفسها اللي شفناها بالـ pulmonary edema. ممكن يصير في عنده أتليكتاسيس, وهذا بتصير بحالات خصوصاً البيبيات اللي بنولدوا قبل العمر المحدد لهم. في مادة ربنا خلقها في الألفولايز سميها سيرفكتنت عشان ضلها فاتح, عشان ضلها الألفولايز فاتح. فالبيبيات اللي لسه ما وصلوا الماتوريشن, لسه الجسم ما كون, فممكن يصير في عندهم أتليكتاسيس, وبالتالي البيشن شو راح يصير في عنده؟ هايبوكسيميا. ما أنا كلابس بالألفولاي وكلها سوائل, بعطيه أكسجين بيستجيب, non response أو unresponsive للأكسجين ثيرابي. بدي أسحب الفلويد وبدي أركب على ميكانيكال فنتليتر. كمان البيشنت راح يصير معاه lung stiffness أو reduced with lung compliance, والبيشنت بسبب صعوبة التنفس بدي يستخدم الأكسسوري muscles. فشو راح يصير معاه؟ intercostal retraction. شو يعني intercostal retraction؟ هسه بني آدم بين الريبس في مسلز, لما الواحد يستخدم المسلز كثير شو راح يصير فيها؟ retract, يعني contraction. retraction زي retraction contraction, فبتخش لجوه المسلز, بتخش لجوه قد ما بيستخدمها. هاي علامات انه بيستخدم الاكسسوري مسلز. بما انه صار في عندي accumulation of fluids في الالفولاي شو راح يطلع عنده؟ crackles. يوم الاثنين بتشوف الامتحان. Wide range of factors associated with development with ARDS. مثلا current patients عنده direct injury, نفس أسباب إيش؟ تقريبا نفس أسباب non-cardiogenic pulmonary edema. واحد شم دخان, smoke inhalation, حريقة مثلا وفات كمية دخان كبيرة. Direct insult to the lungs, shock زي septic shock. هاي كاتبها أصلا أنا هون, هاي ضفتها. Septic shock هاي كثير كنا نشوفها مع مين؟ مع جماعة كوفيد 19. لما يصير عندهم ARDS, هاي أكبر غلط كان عندنا. وبصراحة قال لي رئيس قسم ICU في المدينة عبد الله السرحان, قال المرضى ما بيجوا إلا منتهين عندهم ARDS. حتى لما تيجي تعطي فنتليتر على الفاضي متعبي سوائل وصار في كولابس. شو الحل؟ حل جهاز شو اسمه الجهاز؟ من الأردن يمكن مش موجودة ولا واحدة أو اثنين, واحد منهم خربان والله هيك علق لي واحد بيشتغل بالريسبيراتوري ثيرابيست. فهاي مشكلة الـ RDS. فالـ RDS شو قلنا بتشبه مين؟ سيفير بولمونري إديما, وهي أصلاً نوع من أو مهم من أسباب البولمونري إديما. الأكيوت فيس أوف الـ RDS شو بصير المعنى أكيوت؟ راح تصير رابيد أونست وسيفير ساينز اند سيمتومز زي ديسنيا. الارتيريال هايبوكسيميا شو مالها؟ تستجيب للاكسجين, ان ريسبونسيف للاكسجين.
المورالتي ريت فيها عالي جدا من 26 ل 58%. ايش الريسك فاكتورز؟ اي شيء ممكن يعمل دامج للالفيولار وولز. اسبيريشن انفلاماتوري ريسبونس دامج. طبعا اسبيريشن كانت جاس اكسكريشن دراونينج غرقان الهيدروكربونز الاشياء اللي فيها هيدروكربونز drug ingestion overdose hematologic disorders hematologic disorders إيه علاقة بالinflammatory أو systemic inflammatory أو اللي هي SIRS systemic inflammatory response syndrome زي disseminated intravascular coagulopathy. والله بتم يعني نشرح كثير أشياء. disseminated intravascular coagulopathy هذا مرض autoimmune بتصير مشكلة بالتخثر. شو اللي بصير؟ خثرات صغيرة أماكن كثيرة فبالتالي شو بنستهلك؟ بصير نستهلك البليتلتس. أنا قاعد بعمل خثرات، الخثرات أهم شيء لها البليتلتس. فلما أنا أعمل تخثرات صغيرة أماكن كثيرة البيشنت ات ريسك إنه يصير عنده ستروك بولموناري امبوليزم، وبنفس الوقت ما أنا استهلكت البليتلتس شو في عنده ريسك يصير عنده بليدنج. هاي مشكلة الدي آي سي، اختصارها دي آي سي. وهاي من اهم اسبابها اس اي ار اس. لا من مشكله بس اس اي ار اس من اهم اسباب الدي اي سي. يعني وحده الله يرحمها، هاي كيس اللي بعرفها شخصيا، صار عندها مسكرج اجهضت مش منتبهين والبيبي مات ببطنها، وبالتالي صار في زي عملية زي الانفكشن والاس اي ار اس اشتغلت والدي اي سي بوف. ماسيف ترانسفيوجن، اعطيه بلود كميات كبيرة والجسم يعمل تحسس او اليرجيك، نسميها ترانسفيوجن اليرجي او انكومباتيبلتي، فهي بتعمل اس اي ار اس. كارديو بولموناري باي باس اللي هي عملية القلب المفتوح، احنا هون بنروح بنطلع كل الدم، بوقف اللنج بوقف القلب وبطلع كل الدم لماشين تعمل اكسجينيشن وترد تعمل بومبينج. تخيلوها كليات الدم بتعرض لمواد كيميائيه فبتحفز جهاز المناعه انه يعمل اس اي ار اس. برولونج انهاليشن اوف هاي كونسنتريشن اوف اكسجين سموك كريسيف سبستانسز. طبعا هاي كونسنتريشن اوف اكسجين شو راح تعمل عندنا؟ او 2 توكسيسيتي. localized infection bacteria fungal viral pneumonia أو COVID-19. metabolic disorders pancreatitis uremia هاي كليات المواد شو مالها toxic فبالتالي الجسم راح يصير عنده inflammatory response. shock أهمها septic shock trauma patient صار عنده قلنا مثلا knife واحد بعضه الهيموثوراكس نيموثوراكس ميجر سيرجري فات اور اير امبوليزم سيبسس كلها من ريسك فاكتورز للار دي اس. ايش المانجمنت؟ لازم اعرف شو السبب واعالجه. سبورتيف ثيرابي بيشنت ضروري نحطه على اندوتراكيال تيوب ميكانيكال فنتيليشن عشان اخلي فتحات شو على بيب عشان اخلي الالفيولايز فتحات. سيركولاتوري سبورت في الغالب اذا سبسس يكون عنده هايبوتنشن فلازم انا اعطيه ادكويت فلويد فوليوم واراقب الانتيك والاوتبوت واراقب مين كمان الكيدني فانكشن تيست. فريكوينت اسسمنت اوف بيشنت ستاتس الاي بي جي باس اوكسيميتر اذا كان على فنتليتر اراقب الفنتليتر سيتنجز وهي راح تاخذها بادر 2. بولمونري فانكشن تيستينج اذا البيشنت عنده هايبوفوليميا قلنا فاحنا بدنا نعالجها لكن بنفس الوقت بديش اعمل على البيشنتس اوفرلود لانه عنده بولمونري ايديما ار دي اس بتعمل بولمونري ايديما. من الاشياء اذا سمعتوا فيها بحالات الكوفيد 19 شو كانوا يستخدموا؟ البرون بوزيشننج. شو يعني برون بوزيشننج؟ نيم البيشنت على بطنه. بس هاي كاتب لك از بيست فور اوكسجينيشن غلط، هي مش للاوكسجينيشن، هي بتحسن البيرفيوجن في الديد سبيس تاعت اللنجز. يعني مثلا المكان اللي مش واصل له كثير بيرفيوجن انا بروح بوصل له البيرفيوجن عشان ارد احييه عشان يرجع يشتغل. فبالتالي اذا انا رجعت له وشغلته صح شوف راح يصير عندي الاوكسجينيشن راح يتحسن.
هاي عن طريق البرون بوزيشن. فهو انا يعني بالعكس واحد عنده شورتنس اوف بريث اثنين بطنه بيصير عنده صعوبه بالتشست اكسبانشن، لكن في هيك حالات فقط في حالات الاي ار دي اس، لانه بصير في عنده مشكله بالبيرفيوجن فروح بنايم البيشنت على بطنه، فبالتالي بحيي ديد سبيس وبحسن الاكسجينيشن. طبعا لازم البيشنت يضل نعمل ريبوزيشننج عشان نمنع البريشر السرز، نيوتريشنال سبورت. بدي اركز على الالبومين، الالبومين لانه له علاقه في الانكوتيك بريشر. الالبومين الانترال فيدينجز از بريفيرد عشان موضوع السولوينج او عنده مشاكل فيها. ريديوس انزايتي ريست عشان اقلل من حاجه البيشنتس للاكسجين، ريديوس الاكسجين هي موجود. ممكن اذا كان في عنده بين اعطيه مورفين اذا عنده. اصل المورفين مش هو الفيرست لاين تريتمنت عشان اعمل فازودايليشن، لكن بيشنتس تخيل بيشنتس عنده بين تشست بين ام اي، عنده جلطه قلبيه فعنده تشست بين، وانا بدي وهو انكشس، فانا شو احسن ايش اعمل؟ اعطي مورفين. فالمورفين بقلل البين، بقلل الانزايتي، وبعمل ريلاكسيشن بالبيت تاعون الارتيريولز، وبالتالي بقلل البريلود، بقلل شغل الهارت، بقلل حاجه الاكسجين. فهاي من يعني فوائد المورفين في هيك حالات. خلصنا الاي ار دي اس، نرجع لوين؟ الاكيوت ريسبيراتوري فيلير. شو اسمها؟ ريسبيراتوري فيلير، معناتها اللانكس شو مالها؟ مش شغاله. شو شغل اللانكس؟ تاخذ اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون. معناته شو علامات او شو تعريف الاكيوت ريسبيراتوري فيلير؟ لما ينزل البي اي او 2 اقل من 60، احفظوهم زي اساميكم، ولما ترتفع الكربون دايوكسيد تنشن لاكثر من 50، وهون البي اتش، وبالتالي البي اتش راح يصير في عنده بالضبط. السنة الرابعة ان شاء الله راح تعرف انه نوعين ريسبيراتوري فيلير، لكن في الغالب البيشنت بيجي مع هذول النوعين. النوعين هو يا بكون هايبوكسيميك يا بكون هايبركابنيك. ممكن يجي من الاثنين؟ دائما، او يعني بدي اقول 90% بيجي مع الاثنين. شو كيف؟ ما بتنفسش. ما بتنفسش، فبالتالي ما فيش اكسجين، وثاني اكسيد الكربون بيظل في الجسم. It can be acute or chronic. من الأسوأ؟ acute. لأن chronic patient صار بعمل modification و adaptation. فالchronic respiratory failure، مش chronic renal failure، is related to mean COPD and neuromuscular diseases. زي جماعة غوليان باري سندروم، أو الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في ال white matter تاعت البرين. فنرجع للتعريف بالكلمات، هي شو تعريفها؟ inability of the lungs to maintain adequate oxygenation or ventilation. عنده أكسجين ومش قادر يتخلص من ثاني أكسيد الكربون. إذا كانت acute فهي sudden life threatening situation. الأكيوت respiratory failure سببها إنه مشكل patient مش قادر يتنفس، أو مشكل بالبرفيوجن لللانس، زي واحد عنده pulmonary embolism جلطة قلبية. ventilation failure شو الأشياء اللي ممكن تعمل مشكلة في الventilation؟ قلنا شو يعني ventilation، اللي هو يأخذ النفس ويطلع. impaired CNS function زي ما حكينا، واحد عنده مشكلة في الوايت ماتر في الغالب مشاكل خلقية، أو واحد صار عنده head trauma drug overdose، صار عنده respiratory مثلا depression infection hemorrhage sleep apnea neuromuscular dysfunction زي حالات spinal cord injury، حوادث السيارات اللي بتيجي الضربة على level C1 C2، عشان هيك حطيت لكم إياها وضفت لكم إياها هاي إضافة C1 C2. musculoskeletal dysfunction just trauma open heart surgery، أنا مش قادر أتنفس. pulmonary dysfunction هاي في الغالب بتأدي إلى chronic renal respiratory failure زي COPD أزمة cystic fibrosis. النوع الثاني قلنا إذا إله علاقة بالperfusion oxygenation failure زي pneumonia الARDS COPD heart failure pulmonary embolism
هاي كتبته هون. restrictive lung diseases, شو عن restrictive lung disease؟ يعني بصير في عندي uncompliance باللونز, uncompliance وبالتالي ما بصيرش chest expansion, فبالتالي يصير عنده decrease باللونج فوليوم. sign symptoms, واحد ما فيش عنده أكسجين راح يصير عنده anxiety, restlessness, راح يقل الأكسجين الواصل للبرين, شو راح يصير في عنده decrease بالليفل of consciousness, معنا مش ذاكرينها بس واحد من أهم الأعراف. fatigue, headache, dyspnea, tachycardia, air hunger, increased blood pressure, هاي بسبب sympathetic system. seizure لا منها لحالها لا ما بصير. patients يا بتلاقيه بصير له في عنده deterioration, confusion, وإذا ما كملنا علاجه وما عالجنا راح يخش البيشنس بكاردو بلمونير الريست, وبالتالي راح يخسر الورينتيشن بشكل كامل. as hypoxemia progression, الحمد لله أخيش ذكروا إيش على level of consciousness, شو بصير في عنده confusion, lethargy, شامل lethargy خمولة وكسل, tachycardia بدعم compensation, tachypnea, central cyanosis لأنه ما فيش oxygenation نازل O2, diaphoresis بسبب sympathetic system, use of accessory muscle بدي حاول أتنفس, وبالتالي البيشن شو قلنا بصير معه cardio pulmonary arrest, إذا صار معه respiratory arrest راح يصير معه cardiac arrest وراح يصير معه loss of consciousness. medical management لازم أنا أعرف شو السبب, identify and treat the underlying cause, وأنا أحاول إني أرجع الجاز إكستشينج. عشان هيك طوالي من الـ first line treatments إذا كانت acute mechanical ventilation بشبك البيشنس وبعدين بصير بحبش على الأسباب. فالميكانيكال ventilation شو بيعمل؟ الميكانيكال ventilation ميكانيكال ventilation وبيعمل لك inspiration وإكسبيريشن وبعطيك أكسجين, لكن بيعتمد هسه الغاز اكسشينج على مين؟ على اللانجز نفسها. لا لا ما لوش اعطيه بروكن دايليتر, انا بعطيه هواء وبفتح له الاير واي كل شيء من الستين ساعات. صلوا على النبي انتوا هسه تجوطوني ايش هسه. مشكله الميكانيكال فنتليشن قلت لك انا بعطيك هواء بعمل لك اكسبيريشن وبخليك تعمل اكسبيريشن وبعطيك اكسجين, بيعتمد عليك الغاز اكسشينج. فإذا كان في عنده destruction في الالفيولايز بالوسط الفا بالضبط زي الـ ARDS, هاي اللي قلناها بتخوفنا بالـ ARDS, قلنا الميكانيكال فنتليتر على الفاضي, بده جهاز ثاني نسيت اسمه وإذا إن شاء الله اليوم بتذكره ببعث لكم اسمه. جهاز ثاني قلبك شغال لكن أنا بطلع الدم على هذا الجهاز بعمل أكسجينيشن برجع, فهو عبارة عن لانس عن ماشين تاعت لانس تاعت أكسجينيشن. ما فيش عندنا ما لا لا مش راح جهة القلب المفتوح بوقف القلب واللانس, هذا بس اللانس لأنها مش شغالة. أنا فأنا بأخذ البلوت دي أكسجينيتد بأخذها من البولموناري أرتري وبرجعها على البولموناري فين تقريبا. بس هذا الجهاز شو اسمه اكمو, الحمد لله جهاز الاكمو اسمه جهاز الاكمو, هذا المعنى منه او في يعني جهاز واحد شغال. بيشنس راح نعطيه اكسجين ساكشنينج برونكو دايليترز. مش راح تشوفه مرة ولا مرة حياتك الا اذا طلعت امريكا, هذا بعمل اكسجينيشن. nursing management assisting طبعا بالintubation, maintaining mechanical ventilation, اتأكد من sitting, assess the patient respiratory status عن طريق ABGs, pulse oximeter, vital signs, امنع الcomplication. patients على ventilation بضل نايم على ظهره شو راح يصير بظهره؟ تقرحات, فلازم اعمل له turning schedule. شو يعني turning schedule؟ استلمت البيشنت على الساعة 7 فانا بكتب على هي 7 AM 9 AM 11 تيرنينج كل قديش؟ كل ساعتين. فبعمل سكاجول هيك, اجيت انا استلمته على الساعة 7 كان على السوباين بوزيشن, بروح انا بعمله على الرايت سايد بوزيشن, بعدين بروح بعمله على السفت على الساعة 9 على الليفت, بعدين برجع له على السوباين اتسترا عشان اتذكر. لا
لازم نعمل له بوزيشنينج. البوزيشنينج كويس بحرك السكريشنز كمان. الماوث كير عشان امنع من تراكم من الانفكشن وبالتالي اخاف من الاسبيريشن والنيمونيا. سكين كير رينج اوف موشن باسيف رينج اوف موشن هاي بتكون عشان باسيف احنا بنحرك له الاكستريميتيز. اند سكشنينج طبعا البيشنتس اذا كان اورينتد فانا بدي اعمل له اكسبلين لكل البروسيجرز عشان اخفف من الانكزايتي والستريس واحاول الاقي اي طريقه اني اعمل كوميونيكيشن مع البيشنتس اذا كان يعني اذا كان مصحصح. بعض البيشنتس ممكن يكون عنده تريكل تيوب عليه او على سي باب لكن مصحصح بس كيف بده يحكي معك؟ فبدك تلاقي طريقه للكوميونيكيشن. ممكن يكتب ممكن اشارات. ادريس ذا بروبلمز بدك تعرف شو الكوز اللي ادى الى ريسبيراتوري فيلير. خذناها هاي كمان مرة. بولموناري هايبرتنشن. شو يعني بولموناري هايبرتنشن؟ تطلع ايش على الساعة؟ انا طلعت زيادة بالبلود بريشر الموجود في البولموناري ارتري. قلنا هذا الهارت وهاي اللانس وهذا هو البولموناري ارتري. فزيادة البريشر فيه بنسميه بولموناري هايبرتنشن. زيادة البولموناري هايبرتنشن معناته الرايت فنتريكل راح يلاقي مقاومة كثيرة عشان يضخ الدم يتخلص من الدم جواته. فبالتالي شو راح يصير؟ رايت سايد هارت فيلير اللي شو سميناها هاي؟ كور بولموناري. فاليفيتد بولموناري ارتر بريشر سكندري تو رايت فنتريكل فيلير غلط. هاي اليوم بدنا ننبه الدكاترة عنها. الإليفيتد بولموناري ارتر بريشر ما هوش دخل بالرايت. انا كيف الرايت بده يزيد لي البريشر بالبولموناري ارتري؟ البولموناري ارتري هو اللي بيزيد بالرايت فنتريكل. فهاي غلط. لو قالوا لي انه زياده بالليفت فنتريكل هسه الليفت سايد بيعمل لي رايت سايد هارت فيلير. وهسه لما نيجي على هاي الرسمه بنعرف كيف يعني كيف بدي اقيس. هاي طريقه كيف بدي اقيس البريشر جوات البولموناري ارتري. فطلعوا وين راحوا حطوا الكاثيتر والترانزستور في البولموناري فين. البولموناري فين وين بودي؟ على الليفت سايد. معناته الليفت سايد هو اللي ممكن يعمل لي بولموناري هايبرتنشن وممكن يعمل لي رايت سايد هارت فيلير. لكن الرايت سايد مش هو اللي بيعمل زياده أو مش هو اللي بيعمل pulmonary hypertension. الليفت سايد ممكن يعمل pulmonary hypertension. pulmonary hypertension بيعمل right side heart failure. ماشي؟ مش ال right side heart failure راح يعمل pulmonary hypertension. أنا بصراحة أنا هسه انتبهت. النورمال pressure اللي جوات pulmonary artery قليل من 8 إلى 20 لأنه بس عضو واحد اللي بتودي له البلد. فمش بحاجة pressure عالي. بولموناري بريشر تقدرش تقيسه والله تجيب هالكف تحط البيشنتس بالجهاز وتقيس البريشر. لا لازم تكون انفيسيف ودايركت ميجرمنت عن طريق الصوره اللي هسه ورجيناكم اياها. عن طريق هاي الصوره بقدر اقيس انا البريشر جوات البولموناري ارتري. وين الصوره؟ هون. اي هسه مشكله البولموناري هايبرتنشن ممكن ما تصيرش عنده اعراض لكن بتصير suspected مع أي واحد عنده dyspnea with exertion without other clinical complication. شو يعني dyspnea with exertion؟ مثلاً بيطلع درج بسرعة مش قادر يأخذ نفس لكن ما عندهش علامات ثانية ما عندهش وجع صدر. فهيك بصير ببلش أشتبه إنه patient عنده pulmonary hypertension. إذا هاي في البدايات إذا صار عمل لهذا pulmonary hypertension عمل للpatient right side heart failure شو راح البيشنت يصير في عنده؟ ساين وسيمتومز تاعت الرايت سايد هارت فيلير. شو هن الساين وسيمتومز؟ طلعوا يا جماعه هذا الهارت مره ثانيه. هسه قلنا الرايت فنتركل مش شغال بضخش دم. شو قاعد بيعمل هذا؟ شو هذا؟ لا استغفر الله العظيم راحت الرسم على الفاضي. شايف الرسم مهمه سقولنا هذا الهارت
والرايت فنتركل صار فيه فيلير، فبالتالي كمان الرايت اتريوم راح يصير فيلير، مش راح يقدر يضخ الدم، مش راح يقدر ينزله للرايت فنتركل. فبالتالي الدم اللي جاي من الجسم عن طريق السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا شو مالهم؟ راح يجمع سوال فيه، مش راح يقدر يفض الدم للمنات. من وين السوبيريور فينا كافا؟ من وين جاي بالدم؟ من الابر اكستريميتيز ومن الهيت. فبالتالي شو بصير عندي؟ النيك فينز شو مالهم؟ صير ديستندد. طيب الانفيريور فينا كافا من وين جاي السوال؟ من اللور اكستريميتيز من الابدومن. فالبيشن شو راح يصير معاه؟ إديما باللور إكستريميتيز، هيباتو ميجالي، سبلينو ميجالي، وممكن يصير معاه أستايتس. هاي علامات رايت سايد هارت فيلير. السبلين لأنه في بلط ما فرغش، راح يصير معاه سبلينو ميجالي. فقلنا إيش؟ البولموناري هايبرتنشن ما راح يطلع لي علامات إلا إذا بتقدم كثير لقدام، فبالتالي تطلع لي علامات الرايت سايد هارت فيلير. لا هاي كرونيك طبعا، الا اذا صارت بشكل اكيوت، واحد صار عنده بلمونري امبوليزم، طلعوا بالله هون البلمونري نسيت ان الرسم راحت، البلمونري ارتري صارت فيه لارج امبولوس، شو راح يصير بالاول؟ هسه هاي الهارت، الا تخليني ارسم الهارت ماشي. فواحد صار عنده بلمونري امبوليزم هون، البريشر هون شو راح يصير؟ راح يرتفع لانه مش رايح، مش رايح، وبالتالي منفذ الهارت، لا قاعد بتراكم هون، راح يزيد. شو راح يصير مع البيشنتس في المونيا هايبرتنشن؟ وبالتالي راح يصير مع رايت سايد هارت فيلير بشكل سريع، فهنا ممكن البيشنت تلاقي حالته اكيوت. طيب قلنا في العاده البولمونري فاسكولار بيد عاده بتستجيب للضغط للدم اللي جايها، وبالتالي بتوصلها للفينز تاعون البولمونري وبتوديها بترجعها لوين؟ للليفت سايد اوف ذا هارت. إذا صار في destruction أو obstruction زي embolism بصير عند patients pulmonary hypertension impaired بالability to handle the flow of volume، وبالتالي راح يرتفع عند patients pressure اللي جوات pulmonary artery، وبترتفع vascular resistance وبالتالي راح يرتفع pressure. والمشكلة الستريس هذا كلياته شو بعمل؟ vasoconstriction فيها، هاي المشكلة بهيك حالات، لأنه اللي بعمل في هاي سبحان الله هايبوكسيميا causes pulmonary arterial vasoconstriction، وبالتالي شو بصير بالبرشر؟ أكثر وأكثر. فبالتالي شو بصير بالرايت فنتركل؟ بصير بيشتغل أكثر، بصير عليه شغل أكثر. بالأول عادي بيستجيب، لكن راح يتعب. فبالتالي طبعاً بيستجيب وبصير في عنده إيش نسميه remodeling، تتغير تركيبته، وهي بتتأدي إلى هايبرتروفي، تضخم في عضلة القلب اليمين. وبالتالي هذا البيشنت شو راح يصير في عنده؟ رايت فنتريكولار فيلير. شو ساين سيمتومز؟ ديسنيا قلنا أهم الأعراض، أو ديسنيا اون اكسيرشن. فيرست بتبلش اون اكسيرشن، وقلنا في نهاية الجماعة اللي بصير عندهم هارت فيلير قلنا بناء على الأعراض. في الاخر حتى هو قاعد بصير عنده هاي الدسنيا شورتنس اوف بريث، ممكن يصير في عنده تشست بين بسبب بولمونري امبوليزم. اذا كانت اكيوت فهي فيتال، وطبعا تعتمد البولمونري راح بالي عن البولمونري امبوليزم، خلينا على البولمونري هايبرتنشن. واذا فسبسترنال تشست بين هاي في الغالب بسبب زياده الورك لود على الرايت سايد اوف ذا فينتريكل، هي زياده الورك لود على الرايت سايد اوف ذا فينتريكل. إذا الواحد عنده ذبحة صدرية من زمان وزاد الشغل الهارت، فبالتالي شو راح تصير؟ ترجع له أعراض ذبحة صدرية لأنه زاد الطلب على الأكسجين. وهي لما إن شاء الله نشرح الهارت راح تفهموه. weakness fatigue syncope occasional hemoptysis sign of the right side heart failure هين peripheral edema ascites. شو يعني ascites؟ تجمع سوائل في الابدومينال كافيتي حوالي كيف البلورال فيجن حوالين شو قلت انا فور ديفيوجن بلورال ديفيوجن حوالين اللنج، لا هاي الاسايتس حوالين الابدومين. ديستندد نيك فينز بالبيبل ليفر يعني قوسين شو قلنا عنه هيباتوميجالي كراكلز اند هارت ميرمرز، لانه قلنا ممكن تعمل لنا ليفت سايد هارت فيلر. ليفت بيعمل رايت والرايت بيعمل ليفت،
هي عبارة عن شمالها circulation، عبارة عن دائرة، فالليفت بأثر على الرايت والرايت بأثر على الليفت. assessment history physical examination chest x-ray pulmonary function test عشان أتأكد اللنج شغالة، EECG عشان أشوف الهايبرتروفي بتبين، مع أنها مش فحص قاطع إنه يقول إنه في عنده هايبرتروفي، لكن ببين إنه علامات، لكن البيشنس بخاف إنه يصير عنده قلنا إنجينا أو ذبحة صدرية والإم آي. إيكوكارد جراب هذا للهايبرتروفي، وكمان الإكس راي. هارت كاثترايزيشن القسطرة القلبية مش للجلطة هاي بعملوها، هاي عشان أدخل الكاثيتر، هاي القسطرة هاي رايت سايد كاثترايزيشن زي ما انتو شايفيها من رايت سبكليفيان، فالكاثيتر بتفوت من رايت سبكليفيان عن طريق السوبيريور فينا كافا، بخش على الرايت اتريوم بتلاقي فيه هون حساس، بعدين بخش على الليفت فنتريكل هون بينفخ البالون شوي عشان يطيش ويمشي مع البلود فلو، فبيمشي بوصلوها لوين؟ على البولمونري فين، بروح وبينفخ البالون، فهون هذا بسموه البولمونري ارتري ويدج بريشر. متى راح تاخذوه؟ كريتيكال. لان شغلات ثقاله، هاي شغلات ثقاله، هاي بدها مخمخه، تكون عارف هاي الاشياء قبل ما اشرح لك الكاثترايزيشن. المهم في الهارت كاثترايزيشن للرايت سايد قلنا الليفت سايد علاج الجلطات القلبيه، الرايت سايد عشان انا اخذ قراءات تاعت الرايت سايد اوف ذا هارت، فانا بدي اخذ البريشر تاعت البولمونري ارتري، اذا بكون اكثر من 25 بكون البيشنت عنده بولمونري هايبرتنشن قلنا نورمال. الاي بي جيز البي او 2 راح يكون في ديكريز، البولمونري انجيوغرافي اذا البيشنت عنده اي مشكله في البولمونري فاسكوليتر زي بولمونري امبوليزم. شو يعني الانجيوغرافي؟ بروح بفوت على الارتري وبعطيه ماده مشعه وبصور اكس راي، اذا في عنده جلطه بتبين قسطره، هاي القسطره، بس القسطره ما عملتها لشريانات القلب، القسطره هاي عملتها لمين؟ للبولمونري ارتري او البولمونري فاسكوليتر، عشان هيك انا بشوف اذا البيشنت عنده جلطات رئويه. ميديكال نيرسينج مانجمنت دايوريتكس لانه في عنده اديما، اوكسجين انتي كوغوليشن عشان امنع الكلوتينج، ديجوكسين احس الديجوكسين بيحسن الكونتراكتيليتي تاعت الهارت، والاكسرسايز تريننج شوي شوي عشان احسن الاكتيفيتي توليرنس تاعته. اذا كان بالمونري هايبرتنشن ريفراكتوري للميديكال ثيرابي فالبيشنت يا سلام بكل سهوله بحط لي هاي النقطه، بكون بحاجه ايش؟ بايلاترال لانج اور هارت لانج ترانسبلانت. شو يعني؟ يا سلام بكل سهوله الموضوع، طبعا مش بكل هالسهوله، يعني بدك تلاقي واحد مريض ميت اللانج تاعته شغاله، وبعض الناس اللانج لحالها ما بتكفيش، لازم يعني بتاخذ كيف الشخص السياره او المحرك كامل تاع السياره، نفس الشيء بدك تاخذ اللانج مع الهارت سوا. هاي لا مش لهالدرجه، بس المشكله انه ما بدناش البيشنت يكون في حول قبليه دور، هاي بالدول المتقدمه بتلاقيها واللي بيعرفوا كيف الاورجان ترانسبلانت. انا لازم اكون داير بالي على ساين سيمتومز، اعطيه اوكسجين ثيرابي، بروبر ادمنستريشن اند ميديكيشن واتاكد من الدوز، تيتش امبورتنس اوف ريست بيريود، لازم اخفف من اللود على الهارت وعلى اللانجز، ولازم ما يدخن. تيتش بيشنتس فاميلي اند فاميلي اباوت الاوتو ثيرابي، ودير بالهم ما يصير معها توكسيسيتي، ما يدخنوا قدامها عشان ما يصير عند البيشنتس وما يصير في حرايق. والساين سيمتومز اوف فلويد اوفرلود، الاديما مثلا، الويت جين، وحكينا عن الاديما. خلصنا؟ قلنا لكم ثقاله بس فيها فهم كثير. الله يعطيك العافيه.